القولون العصبي، القولون العصبي اللي ما فيش حد ما بقاش يشتكي غير منه. بنروح لدكاترة كتير وفي الآخر بنسمع كلمة واحدة: حاول تهدى، حاول ما تتعصبش، حاول ما تدخلش في ضغوط نفسية. وطبعا ده شبه مستحيل. خلينا نرحب بضيفنا الموجود معانا، الدكتور حسن شلبي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي المساعد. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك. كلامي صح؟ صح. حاولي تهدي، حاولي ما تتعصبيش، يعني إزاي؟ إزاي؟ يعني هو أولا القولون العصبي دي مسمى شائع. هو طبعا لازم قبل ما نقول قولون عصبي لازم نستبعد ما هو عضوي في أمراض القولون. نعم. فطبعا أبسط تحليل هو تحليل براز. نستبعد فيه الطفيليات بأنواعها، بكتيريا، التهابات، كله. يعني احنا عندنا حاجة اسمها اللي هي الديزنتاريا الأميبية، وكل واحد في كل معمل يطلع لي ان في ديزنتاريا أميبية. طبعا يعني ان هي لازم تكون اللي هو الاكتيف فورم بتاعها هو ده اللي بيعمل التهابات. فطبعا كل واحد يجي يقول لي ان هي في اميبا عندي، هيستوليتيكا، انت اميبا هيستوليتيكا، مش فطبعا ايه قصه دي الاميبا دي؟ صحيح صغيرين وكبار دايما تطلع يعني هو المعامل، يعني هو المفروض الاكتيف فورم هو ده اللي بيعمل الديزونتاريا الاميبيه اللي موجوده ده. طبعا دي اول حاجه شائعه في مصر. تاني حاجه طبعا طفيليات زي البلهارسيا دي برضك، في بعض الناس تبقى عندهم توترات في القولون. و احنا لسه عندنا بالهارسيا يا دكتور؟ طبعا في لسه عندنا طبعا. طب دي بتيجي لسه في ناس تنزل ترعى؟ كتير جدا اتفضلت على ضفاف النيل وترى السيدات والاطفال والسيدات تغسل الماء لغايه دلوقتي برغم كل الميديا والاعلان والدعايه والتوعيه على مهما تعمل. احنا محتاجين بقى الاعلانات بتاعت زمان تاني، الافلام بس بتاعت هي طبعا هي طبعا قلت شويه كتير جدا عشان الصرف كمان اللي هو بتاع المصانع في المياه اللي هي للزراعه. بقى الحاجات الكيماويه تموت بقت تموت اللي هي الايه بالهرسه والقواقع والكلام ده. يعني دي يعني مصائب قوم عند قوم. لا بس يعني هي احنا بنشتكي من المصانع ما بتجيب لي فشل كلوي طبعا. بالظبط كده. الناحيه الثانيه يعني مش طب هل ميه الحنفيه دكتور، يعني بما ان حضرتك فتحت موضوع الترع وال مصارف خلتني اترعب، هل ميه الحنفيه ممكن تجيب لنا بالهرسيا؟ لا طبعا بالهرسيا دي لا يصاب بها الانسان الا اذا نزل في مياه فيها السركاريا اللي هو الطور المعدي للبلهرسيا. يعني اول طيب بويضه دي بتفقس وبعدين تروح في اللي هو في القوقع بتاعها سواء اللي هي هيماتوبيوم او منسوني، فبتروح القوقع بتاعها. كل واحده لها قوقع ويختلف القوقع عن الثاني. بعد كده بتعمل اللايف سايكل بتاعتها وتوصل للسركاريا. السركاريا دي بقى اللي بتبقى موجوده في المياه، اللي بيعوم او اللي بيغسل رجله او اللي بيغسل ايده او اللي مش عارف بيعمل ايه او اللي بتملى ساعات كانوا زمان بيملوا من المياه النيل ويشربوا. فممكن نكون فيها سركاريا او مثلا غسلوا الخس والحاجات الخضروات وفيها السركاريا دي. دايما بقى دايما بتيجي لاطفالنا موضوع الاميبا والحاجات دي من الورقيات. يعني دايما الدكتور يقول لك اغسل الخضار كويس. لا طب ما الخضار هنعمل ايه؟ لا وهو الخضار بيتعمل ايه؟ في ممكن تتعالج اي حاجه فيها بارازايت او طفيليات. المفروض ان انت بتغسليها بالمنجنات او خل بتحطيه مده 10 دقائق فكل الحاجات دي بتنتهي وبعد كده تغسليه بميه عاديه. طيب ميه الحنفيه ممكن تجيب لنا ايه في المعده؟ ميه الحنفيه تجيب في المعده ممكن اللي هي البكتيريا الحلزونيه. ممكن بكتيريا حلزونيه الجرثومه الحلزونيه هي الهيليكوباكتر. ممكن دي بقى اعراضها ايه يا دكتور؟ يعني برضو بتحس دايما يعني طول الوقت الشعب ثلاث ارباع يقول لك مش قادر ياكل، هي الحلزونيه. البكتيريا الحلزونيه معدتي اول ما بشوف الاكل معدتي بتوجعني صح؟ مش دي هو طبعا بيشتكي من ايه؟ الام في المعده. اللي هي الالام العاديه بتاعه المعده ان هو يحس ان الاكل ممكن بيبقى مش مهضوم، يقول لك مش مهضوم كويس، بحس بحموضه، حرقان. اكل بعد الاكل بربع ساعه تلاقي نفسي عاوز اتقايا. لما اتقايا استريح. مثلا يحس مثلا ان هو عنده عسر هضمي، يقول لك ان انا مش باكل وبرضك مش قادر اهضم الاكل. كل الاعراض دي ممكن بكتيريا. بس هي اكتر حاجه بتعملها اللي هي الحموضه والحرقان والالام المعده. تمام. بعد كده بياخد العلاج.
ويستريح وبعد مده يرجع تاني لانه ما عالجناش السبب. ايوه ما هي عشان كده دايما احنا بنعالج العرض, ولا نعالج السبب, فعشان كده في طبعا فحوصات كتير جدا للي هي البكتيريا الحلزونيه دي, في فحوصات اللي هي دائما على بتبقى من يعني غير مباشره, وفي فحوصات مباشره. الغير مباشره ان احنا ممكن ناخد نعمل الانتيجين بتاع البكتيريا دي في البراز او في حاجه اللي هو التنفس, بيتنفس بيعمل له اللي هو بريس تيست, او ساعات بنعمل معروف بالمزرعه يعني مزرعه لا المزرعه غير ده التنفس ده ان هو بيتنفس بكيس في كربون اللي هو المعين ده فبيدي بيدي اذا كان بوزيتيف البكتيريا او نيجاتيف. طب تمام. وفي تاني حاجه اللي هو البراز, تحليل البراز او سيرولوجي اللي هو الاميونوجلوبين, بس طبعا بيبقى دي اجسام مناعيه للبكتيريا. تالت حاجه بقى ان هو ان احنا ممكن نعمل المنظار, وبناخد اللي هي لا اما عينه مباشره من جدار المعده وبنحطها على حاجه اسمها كلوتيست اسمها يوريا اليوريس تيست, هي بتغير من اللون الاصفر الى اللون البينك في خلال يعني ساعه, يعني من خلال نص ساعه الى 24 ساعه. تمام. فديت لما تغير اللون يبقى في وجود دلاله على وجود البكتيريا, او بناخد عينه بقى من جدار المعده وحللها باثولوجي وبتزرع بقى مزرعه والكلام. طيب نرجع بقى تاني للقولون العصبي. القولون العصبي ايه قصه القولون, وليه دايما القولون اللي بيبقى عنده قولون يحس بانتفاخ دايما في معدته وبطنه بتبقى عاليه جدا وفي الاخر ملهاش علاج, يقعد يشرب اعشاب ويفضل ما اعرفش ايه يعني. خلينا الاول نعرف القولون ازاي بيبقى عصبي. لا هو القولون ما احنا قلنا لسه ان القولون العصبي لازم نعمل فحوصات نستبعد ما هو عضوي. خلاص ما احنا قلنا بقى لسه كل لسه كله لسه بقى كمان فيه طبعا لسه في حاجات بعد كل الحاجات دي طبعا هو طبعا براز, وبنشوف صوره الدم, نشوف صوره الترسيب, ونشوف لو في اي انيميا اي حاجات من الحاجات دي, وبنعمل طبعا اللي هو في ساعات اللي هو الباريوم اكزامينيشن, ونعمل كولونوسكوب. كل دي لما تبقى ما فيش اي حاجه فيها وفري يبقى في الحاله دي نبقى نقول عصبي. وفي تحليل دلوقتي حتى الناس ان هم يقول لك اما تيجي تقولي قولون او مش قولون, منظار قولون او مش قولون, لا يقول لك لا مش هقدر اعمله ده صعب مش صعب. في دلوقتي تحليل يبين ما هو, هل هو ده فعلا قولون عصبي او قولون في ملتهب. يعني قصد حضرتك ان احيانا في دكاتره كتير جدا يكسلوا يمشوا مشوار اللي هو التحليل يقول لك في الاخر ده قولون عصبي. ما هي دي يعني التحليل المبدئي كده. يعني هي دي بتبقى ميس دايجنوز لحاجات كتير جدا. يعني ممكن يكون في اصلا نتوءات في القولون. نتوءات اللي هي زي البلالين الصغيره. نتوء اللي هو اللي هي بتطلع احيانا في الغده الدركيه برضه. لا 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 مالهاش دعوه بالغده. دايفرتيكولم دي زي ايه؟ زي جيوب. اكياس كده. جيوب اكياس. دي ممكن تكون في القولون فيها انتفاخ وغازات وتزيد وتعمل ممكن دم مع البراز وتعمل حاجات كتير جدا وتعمل برضك سهال ساعات يعني, فلازم دي تستبعد. الناس عندنا بقوا يعني الكسل سمة العصر, عايزين يروحوا يعملوا تحليل واحد يعرف فيه كل اللي حضرتك بتقوله ده. فهل متاح ان يتعمل فحص واحد او تحليل في فحص واحد دلوقتي ان هو يبين اذا كان قولون عصبي او قولون غير عصبي اللي هو فيه اي امراض عضويه؟ مين اللي سماه عصبي؟ والله هو الناس يعني بناء على ايه بقى عصبي يعني؟ بناء ان هو بيبقى فيه توتر. الانسان اللي هو معظم الناس اللي هم بيبقى عندهم اللي هو ما احنا هنقول لسه انواع القولون بقى تمام بيبقى دول بيبقى فيهم عصبيه اكتر بنعرفها من لما بناخد فحص هيستوري اللي هو التاريخ المرضي التاريخ المرضي للمريض كويس جدا, فبنعرفه من بعض العلامات اللي هو الاكلينيكيه بنعرف ان اذا كان المريض اللي قدامنا ده متوتر ولا لا. انا لما اسلم على ايدي لما اسلم على المريض ذات نفسي بعرف اذا كان هو ده متوتر ولا لا. ازاي يعني ايديه بتبقى شكلها ايه؟ بتبقى طبعا ساقعه جدا وكلها عرق ساقع. في ناس كده تلاقيها حتى تتسلم عليها حتى في عز الشتاء يعني تلاقيها عينيها عرقانه. يعني احنا حتى لما بنسال طلبه نقول لهم شيك هاند كم مرض تشخص من شيك هاند مرض يبقى مرض قدامك مريض كم مريض يعني بتبقى فيه طبعا قولون عصبي منها وغدة درقية وغدة مثلا لو في واحد عنده ميتونيا اللي هو ضعف في العضل ذات نفسه
مايسينيا في الاواخر النهار، يعني في امراض كتير اللي هم الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس برضك بيبقى عندهم ديفورميتي، الناس اللي بيشربوا خمور بيحصل تليف برضك بيعمل عندهم نوع من انواع اللي هو كونتراكشن في الالمر سايد اوف، يعني في امراض كتير جدا. طيب الناس اللي هم خلينا نرجع تاني للانواع القولون او انواع القولون العصبي، احنا قلنا لسه برضك التحليل ما قلناهوش اسمه كول بروتكتين. كل بروتكتين ده لو نيجاتيف يبقى واستبعدنا بقى الاستول والحاجات دي كلها يبقى ده فعلا قولون عصبي. ولو بوزيتيف يبقى خلاص هنعالج بقى. بوزيتيف ده لازم بقى نشوف بقى ندور عليه بقى ندور. ايه سبب الالتهابات اللي موجوده بقى موجوده. فهنا قولون عصبي ينقسم الى ثلاث اقسام. قولون عصبي اللي هو ممسك وقولون عصبي مسهل وقولون عصبي بين الاثنين، شويه اسهال وشويه امساك. ايوه لان في ناس بتبقى محتاره يعني شويه يبقى عندك قولون يبقى عندك امساك، يقول لك لا انا ما عنديش امساك انا عندي اسهال، ففكره يتغير تماما. لكن زي ما بتقول حضرتك ساعات كده وساعات كده. هي تنقسم الى ثلاث انواع اللي هو قولون عصبي ممسك وقولون عصبي مسهل وبين الاثنين شويه اسهال وشويه امساك. طبعا الاعراض اللي هو القولون العصبي الممسك طبعا ان هو يبقى عنده امساك بصورة مزمنة جدا وأمغص وانتفاخات وغازات وكركبة ويعني كل يقول لك أنا خدت كل أدوية اللي بتعمل إسهال ما فيش فايدة. الملينات كلها كان في زمان حاجة كانت موجودة بس طبعا FDA شالتها من السوق، كان اسمه زلماك، حاجة بتشتغل على الريسبتور ده، كان دواء هايل جدا، برشام هايل جدا جدا، كان الناس الممسكين دول كنا بنديله حباية واحدة. طب والاف دي ايه منعته ليه؟ ما اكيد خطر، عمل اريزميا وعمل حاجات بقى اكيد دي سايد افكت يعني سايد افكت. بس احنا في مصر هنا طبعا احنا المريض توما بيستسرح والله ولا مستخسرينه فينا ما تعرفيش بقى مستخسرينه فينا ولا ايه، عشان هو دواء كان ناجع اعلم بقى هو كذا في دواء برضه كذا كذا دواء. طب كان في برضه دواء ملين كده بيتشرب زي العسل كده؟ لا ما هو في ادويه كتير جدا ملينه يعني في ملينات كتير جدا. بس تقصد حضرتك ان ده كان فعال كان سحري؟ لا ده كان فعل سحري لانه كان بيشتغل على الريسبتور ذات نفسها بتاعت الايه الامعاء. فكان اللي هو السبازم او ده كان بيفكه فكان الايه المريض بيستريح جدا ويعمل يعني في كاي مريض عادي يعني كاي شخص عادي غير مريض. طيب تمام. الاسهال بقى المسهل ده طبعا ده مشكله برضه ان انت عشان تبقى تظبطي له اللي هو الاسهال بتاعه لازم هتمشيه على دايت معين، هيشيل كل انواع الدايت اللي هي المأكولات اللي هي تعمل اسهال زي اللبن، الكوسه، الاراسيا، طبعا في حاجات تانية زي اللي هو الحاجات اللي فيها السلفيت. هل الكافيين والقهوه والشاي لا الكافيين تعمل ممكن امساك الشاي امساك شويه ممسكه شويه طبعا في اللي هو الحاجات المسهله تاني اللي هو الحلبه زي الحلبه برضك تعمل ليونه شويه دي معظم الحاجات اللي هي تعمل ايه ليونه. طيب تمام الناس اللي كده وكده بقى الناس اللي هم كده وكده يعني دول محيريننا بقى الحيره بقى والعذاب لما نيجي نديهم حاجه تظبط الاسهال يرجع عنده امساك طبعا هو لازم ندي فيه اللي هو حاجه سايكوسوماتيك ايه تريتمنت للناس دي برضه وان هو لازم نديه ونقول له ان انت ده كله احنا عملنا التحاليل وعمل لان هم كله بيبقوا رعبهم ان هو يكون في امراض مش كويسه في القولون وهي دي اللي عامله لهم. فاحنا بدل احنا مشينا صح علميا ان احنا عملنا له كل الانفستيجيشن اللي هو الفحوصات الطبيه اللي تستبع كل مرض عضوي ففي الحاله دي بيبقى المريض ذات نفسه مطمئن فلما هياخد طب هو لازم منظار ولا يعني اصل المنظار ده مرعب يعني في ناس كتير ما تحبش تعمل منظار هو طبعا المنظار مرعب يعني القولون العصبي يعني في دلوقتي البعد الرابع والخامس والسابع يعني ال 3 دي وال 4 دي والحاجات دي بتستخدم دلوقتي في الكشف بس لا طبعا هو المنظار لا زال هو سبيريور في اللي هو في ان هو في الفحوصات بالنسبه للمعده والامعاء يعني هو حتى الامعاء الدقيقه كل ما هو جديد فيها حتى الكبسوله يختفي منها بعض الامراض وما ما بتشخصي لان المنظار ده لان هو اصلا اكسبيرينس اللي هو خبره الطبيب مع ان انت بتشوفي مباشر القولون مباشره هل في اي
بلونه الطبيعي، بلونه الطبيعي، بالأوردة والشرايين وكل الحاجات دي موجودة، غير التصوير اللي هو بيبقى عن بعد، لان انت عارفه ان ممكن برضك اللي هو ذات نفس الكاميرا وهي بتصور ممكن تصور حاجات. يعني انا لما شفت اللي هي كبسوله وكتبت عليها ريبورت، ايه وبعدين كبسوله؟ كبسوله اللي هي فيديو كبسوله اللي هي الوايرلس دي، بتبقى كبسوله المريض بيبلعها، بتصور من المفروض من فوق من اول اسفجس لغايه تحت الانس، وبعدين كله ده دي بتاخد حوالي 10 من 8 الى 10 ساعات، بنبقى لها تحضير معين، فبتصور المفروض ان هي بتصور الايه المريء. طبعا هي بتنزل بسرعه جدا فما بتصورليش المريء، ادي اول عيب منها. تاني حاجه ان هي لما بتيجي على الـ لو كان في ليجن اللي هو يعني اي مرض عضوي، مثلا لو كان عندي ورم فممكن تصوره، فبتصور ممكن تصور فوقه بس مش او تصور من جنبه، ما بتصورهوليش كاملا هو ايه، يعني ممكن ما يكونش ورم، ممكن يكون مثلا حاجه زي ايه بوليب، يعني ايه حاجه يعني حاجه حميده يعني مش حاجه خبيثه. يعني ما تفرقليش. اما انا لما باجي بقى بعمل المنظار بعيني المجرده بعيني ذات نفسها بشوف بقى هل ده من ورم خبيث من الخبره ولا حميد، وباخد عينات كمان. هي دي برضك ما تاخدش عينات. تمام. بعدين تاني حاجة ان هي ممكن وهي معدية كده هي بتصور حتة فاتت منها، يعني هي ثلاثة في الدقيقة بتصور ثلاث اماكن في الدقيقة او في كل ثانية باين، يعني بتاخد لها في يعني صور كتيرة جدا. فطبعا هو حتى اللي هو بيكتب ريبورت هيفضل ايه، هيقعد يتفرج مشكلة. على 8 ساعات هتبقى مشكلة جامدة جدا ان انا اقعد 8 ساعات هيطلع ريبورت عشان يطلع ريبورت. وساعات برضك في مثلا ساعات في القولون، كان لما انا شفت برضك ان هو في ساعات القولون ما يكونش متنظف كويس، فبيبقى في زي حاجات كده رواسب من البراز، فبتطلعها لي على هيئه ان دي ممكن اورام. وبعدين لو في جيوب وحصل ان الايه الكبسولايه دي راحت داخله في جيب بقى، هتعمل لي مشكله، لازم اطلعها. لازم اطلعها. لو في جيوب في القولون. طيب دي اللي المفروض ان هم بيقال ان دي احدث حاجه اللي هي الكبسوله اللي هي بتصور كل حاجه. هي مش هي احدث حاجه، بس طبعا لها اللي هو المميزات بتاعتها ولها العيوب بتاعتها. طيب دكتور ليه دايما ما بتكتبوش ادويه فعاله للقولون العصبي؟ لان هو يعتمد على المريض ذات نفسه. ما هو قلنا يعتمد على المريض ذات نفسه. ان هو لازم يعرف ان هو ده قولونه عصبي. ومش هياخد الا حاجه سايكوسوماتيك، ان احنا الحاجات اللي هي تظبط له الحاله التوتريه في القولون بس. نعم. ما شمالوش علاج. طب اكتر الاعشاب اللي بدل ما بناخدها كبسولات ممكن نشربها كعصائر عاديه؟ يعني مثلا دايما دلوقتي كل الادويه تلاقي مكتوبه اولها كولون او قولون او تلاقي كلها اعشاب. ما هو اكتر ما هو حسب بقى، ما احنا قلنا حسب. لو هو طب ازاي حسب اذا كان دي معموله للقولون كله، يعني القولون العصبي خلاص خد لك كذا؟ لا مش كل قولون. لا ما هو احنا قلنا بقى هل هو قولون عصبي ممسك ولا مسرع. ما انا مع حضرتك بس اقصد الادويه اللي موجوده في الصيدليات ما بيسالكش انت ممسك ولا مسرع. لا ما هي ما فيش حاجه للقولون العصبي. لا خد ده. لا ما فيش اعشاب للقولون العصبي او القولون الممسك، لا سواء ممسك او العصبي، اللي هو الممسك العصبي او ممسك المسرع. مفيش اعشاب لها الكلام ده. لا هو في اعشاب للاسهال، في اعشاب للامساك. تمام. بس هو ده بالنسبه ليه. طيب الناس ساعات اللي بتسافر ممكن تقعد مثلا بالاسبوع ما تعملش تواليت، وبتبقى حاله نفسيه، يعني يقول لك انا ما دام سافرت او ركبت طياره او رحت اي مكان بيبقى ممسك جدا، هل بيبقى ايه الحل؟ يعني هل مثلا بياخد ادويه معينه ولا هو طبعا هو في نظام اكل ليه، ان احنا هو طبعا هو بيبقى بيغير نظام الاكل بتاعه، فلازم النظام الاكل بتاعه يتغير، اللي هو متغير ده بنظبطه له شويه. ان هو نقول له مثلا تاكل حاجات فيها الياف، تاكل حاجات مسهله شويه، ما تاكلش عيش مثلا فينو اللي هو العيش القمح، ما تاكلش مثلا حاجات فيها مثلا زي الحمص. الحاجات يشرب ميه كتير جدا. ممكن ما يكونش بيشرب، خايف انه يشرب ميه، فلازم يشرب، الانسان لازم يشرب 3 لتر ميه في اليوم. تمام. هو مثلا ما بيشربش، فطبعا القولون اللي هو الميه اللي موجوده في القولون هتمتص عشان الجسم يعوض الميه الناقصه. أيوه. فلازم المريض اللي هو الممسك لازم يشرب على الاقل 3 لتر ماء في اليوم. تمام. وياكل طبعا طبق فيه طبق سلطه، خضروات، اللي هي حاجات اللي هي ما تتهضمش، بتحس ان هي تعمل نوع من انواع الايه الفضلات، بحيث ان هو القولون ذات نفسه الفضلات دي بتعمل عمليه دفع لنفسها. يعني القولون يدفع
الفضلات تنقبض وبعدين تزق اللي قبلها وتزق اللي بعدها، طول ما هي في فضلات كتير يبدا الانسان يعمل ايه التواليت كويس. لما يبقى فيش هيعمل ايه؟ ما فيش حركيه دي. نعم. وبعدين هو عنده ممسك يعني عنده سبازم فذات نفسه ما فيش بقى الحركيه القولون ان هو يدفع. طب دي نفس طبعا يعني نفس التعليمات دي بتنطبق على الاطفال، في اطفال ممسكه جدا واحيانا بيحصل لها شرخ بسبب الامساك. طب والام ما بتقدرش تعمل كنترول ان هي تشرب مثلا طفلها ميه كتير، مش عايز يشرب مش عايز ياكل، يعني تتعامل ازاي؟ تديله في الاكل مثلا الحاجات اللي هو الاكل يبقى كله ليكويد شويه وتديله مثلا عصائر لبن مثلا البان وعصائر كل دي الحاجات الاطفال بيحبوها. على قد ما احنا بننصح باللبن الكتير لاولادنا ونشوف امهات بتجري وراهم بالاميال عشان يشربوا كوبايه اللبن، في كمان معانا حالات الاطفال بيعشقوا اللبن. يعني في طفل كانت والدته بعت لنا على الفيسبوك بتقول لك بيشرب لبن كتير جدا لدرجه ان بيجي له استعلى من كتر اللبن، اسهال. فيعني هل برضو الحاله دي تعمل ايه؟ بتقول لك ما بقدرش اوقف عنه اللبن، بيشربه ليل نهار ويصحى هو الصبح. بيبقى في عندهم بيبقى عندهم اسهال وبعدين بيبقى عندهم انتفاخ اللاكتيز ديفيشنسي. في حاجه اسمها اللاكتايد دلوقتي موجوده في السو دروبس ممكن ياخدها ان هي تساعد على هضم الايه اللي هو اللاكتيز ده الموجود في اللبن ده. طيب دكتور نصيحه بقى اخيره للوقايه من هذا القولون العصبي. النصيحه الوحيده ان هو المريض القولون العصبي المفروض ان هو يتعايش معاه ويعرف ان ايه هي الحاجات المسببات وايه يبعد عنها والحاجات اللي هو يقي نفسه منها عشان ما تزودش الحاله. زي مثلا لو هو القولون بتاعه ممسك يبعد عنها ما هو يساعد على الامساك. لو هو مصري اللي هي برضك الايه الاطعمه التي تساعد على الاسهال يبتعد عنها وياخد اي حاجه زي اللي هو زي ما قلنا سايكوسوماتيك تريتمنت من حاجات الادويه اللي هي الادويه اللي موجوده في السوق كتير جدا لعلاج هذه الحالات. دكتور هل فعلا اللي بناكله بيبان على وشنا؟ طبعا هو في بعض الاكلات بتبان على الوش، في بعض الاكلات فعلا ان هو يعني الناس اللي هو يعني ما تضحكيش. لا هو السمن اتقالت فانا عشان كده السمن البلدي يبان على الوش في ايه؟ تلاقي كل اللي هم بياكلوا سمن بلدي وشهم محمر طيب غيره البنجر والرمان تلاقيهم وشهم محمر. هل الاصفرار، هل تحت العين الهالات دي؟ الهالات اللي تحت العين دي من الارهاق او مرض مزمن. يبقى ارهاق او عدم نوم كتير ومرض اكتر مرض مزمن. طيب تمام دكتور حسن شلبي استاذ الكبد والجهاز الهضمي المساعد، بشكر حضرتك جدا يا فندم نورتنا في لايف كلينك. شكرا.